شيخ فوزي عرف نفسك. شيخ فوزي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فوزي محمد محمود جمعة، أخو الأخ الشهيد كما نحسبه إن شاء الله، سالم محمد محمود جمعة الذي قتل في سيناء منذ 5 أيام. أنا أحب أقول رسالة لإخواني، والله العظيم والله والله لقد بحث عن الشهادة ونحسبه نالها إن شاء الله. في أول مرة قبض عليه وأودع في السجن أنا وهو، وحبس 2 سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حبسهم الله والحمد لله، ورسب في الكلية، ثم بعد ذلك أخرج فحاول مرة أخرى الخروج للجهاد في سبيل الله فحبس وقبض عليه مرة أخرى، ونحسبه نالها في 3 إن شاء الله، ونحسبه شهيد ولا نزكي على الله أحدا. والله أمي وأخواتي إنهم لفرحون، والله ما أحد منهم يحزن ولا في قلبه حزن إلا الفراق، هو حزن الفراق هو الذي يتعبهم، لأنه كان هو أب وأخ لهم وأب لنا جميعا، والله كان نعم الأخ ونعم الأب رحمة الله عليه. والسلام عليكم. كان طالب فينا شيخ؟ طالب في كلية الهندسة قسم الميكانيكا، كمهندس مهندس في قطاع الكهرباء في كهرباء عيون موسى، وفصل من العمل بسبب القبض عليه من قبل أمن الدولة العام الفائت، وخرج بفضل الله في ثورة 25 يناير من سجن أبي زعبل شهيد الحراسة، ونحسبه إن شاء الله شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك حبيبي، الله يبارك فيك. خالد عرف نفسك. خالد سعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أخوكم علاء سعيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بهذه الأخوة في الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. الآن في يوم الجمعة دفننا أخانا الحبيب الأخ سالم محمد جمعة، وهذا الأخ أنا أعرفه حينما كنت في محنة في المعتقل، فكان معي في طرى وكان معي في سجن أبي زعبل. والذي أعرفه عن هذا الأخ الله يرحمه رحمة واسعة أنه كان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان صواما عليه رحمة الله، يسرد الصوم سردا، وكان ما كان يصوم الاثنين والخميس فقط، هذا الذي أتذكره. وكان الله يرحمه رحمة واسعة أحيانا في بعض الأوقات كان في نفس الزنزانة التي أنا فيها، فكنت أنا نائم وإذا استيقظت من نومي أراه قائما لله سبحانه وتعالى في الليل، فكان يقوم بالليل وكان يصوم بالنهار، وكان حافظا لكتاب الله، وكان يريد أن يكون شهيدا في سبيل الله، كان يحب أن يقاتل في سبيل الله، كان يحب أن يقدم نفسه لله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بهذه النية الحسنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله في عباده الصالحين ومن الشهداء، وأسأله سبحانه وتعالى إن كان محسنا أن يزيد لنا ولنا ولنا وله في الإحسان، ومن أساء فينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وعن سيئاته. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وإياكم الله. السلام عليكم. عليك السلام. أنت تعرف الأخ سالم محمد محمود جمعة من السويس؟ نعم. طب إيه اللي تعرفه عنه؟ والله كان أحفظ كتاب الله مثل اسمه، وكان كثير قيام الليل. كان يسكن المسجد، وأشهد أنه خرج في سبيلي في سبيل الله عز وجل أكثر من مرة، الجهاد في سبيل الله، وقع في الأسر. عندما أتينا المرة الثانية بعد ما خرج مرة العراق عاد وقع في الأسر، ثم خرج فعاود مرة أن نسافر معنا في أفغانستان، وقع في الأسر حتى أمن الله علينا بالخروج. فلما رجع إلى أهلي مثلنا، ولكن ذهب إلى ساحة الإعداد، فلقى الله فاستشهد، وأنا شهيد على ذلك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليك السلام. أنت عبد السلام محمد محمود جمعة من السويس؟ نعم. عرفنا عليه والله. عرف نفسك الأول. أخوك سعد أحمد الدرادي. مدرس الحديث بجامعة الأزهر. الأخ سالم أخ فاضل عرفته عن قرب،
وأشهد الله سبحانه وتعالى أنه كان محبا لله عز وجل ومحبا لرسوله ومحبا لدين الله سبحانه وتعالى، وإنني أحسبه ممن قال الله عز وجل فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه أحسن الجزاء وأن يدخله جنات. كان عنده همة في طاعة الله، ما كان مفارقا لكتاب الله عز وجل، حافظا له، تاليا له، عاملا بما فيه، كان محفظا له. ما كانت الدنيا تعوزه ولا كان يسعى إليها، إنما بصدق، والله سبحانه وتعالى على ما أقول شهيد، أنه كان يفضل طاعة الله والآخرة على الدنيا وعلى ما فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. وأما ما حدث له فلم يكن إرهابا ولا فكرا شاردا، وإنما كان طاعة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يجزيه خيرا. وكل الإخوة في السويس ينعون هذا الشاب الذي ترك الدنيا لله عز وجل، فأسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء، والله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا.